Hello, can you hear me? Hello. $1 par jour. Donateur autour du monde. اللقاء الذي تنظم اليوم هو لقاء حول الطاقة الخضراء المنظم من طرف الفيدرالية المغربية لصناعة البلاستيك والمساند ديالها يومار انير. اليوم جمعنا الفرقاء ديالنا والأعضاء ديال الفيدرالية باش نتكلموا لهم على واجب وإلزامية التفكير في تعويض الطاقة البتروكيماوية والطاقة الغير متجددة بالطاقة المتجددة. غرض من التظاهرة اللي تنظمت اليوم بواسطة شركة يومار ولكن تحت الرعاية ديال الفيدرالية المغربية للبلاستورجي، وهو تحسيس الصناع ديال هذا القطاع على أساس باش يحولوا الطاقة ديالهم الآن الطاقة النظيفة، يعني استعمال ذلك باستعمال الطاقة الشمسية. أولا لأن داخل في استراتيجية الوطنية الآن هو أن المغرب مقبل على يعني تطوير الطاقات المتجددة، وكان عارفوا بأنك في أفق 2030 المغرب كيطمح باش تكون عنده 52% ديال الطاقة ديالو من إنتاج الطاقة النظيفة. ولهذا صناع ديال البلاستيك من أكبر المستهلكين ديال الطاقة، ولهذا خص ضروري الآن باش يدوزوا للطاقات النظيفة. أولا باش ينخرطوا في الاستراتيجية الوطنية، ثانيا وهذا هو المهم الغرض هو تخفيف من الفاتورة ديال الكهرباء اللي الآن طالعة يعني عندها واحد المفعول كبير بالنسبة للقيمة ديال المنتوج. إذن ضروري كاين كنقول من غير الجانب البيئي كاين الجانب الاقتصادي، يعني الجانب المالي خص ضروري باش الفاتوره تنقص. وثالثا هو ان في 2026 غادي تكون ضريبه، غادي يكون رسوم على الكربون، تاكس كربون بالنسبه للمصدرين بالاخص للدول الاوروبيه. ولهذا خص الدول الشركات ديالنا خصها تستعد قبل من 2026 باش تكون على اتم، يعني تكون مهيئه باش يمكن لها تصدر المنتوجات ديالها اللي استعملت فيها الطاقه النظيفه.